الشوام بصوا جميلة ازاي، جميلة البلاد اللي فيها هوا جامد اوي زي ما انتوا شايفين، وفي نفس الوقت الجو جامد زي ما انتوا شايفين، مفيش ساقعة على فكرة ولا في حر اوي، بس هو في هوا سخن شوية تمام، والجسم تحس ان هو متدفي وفي نفس الوقت مش حران يعني. حاجة جميلة اوي، انا لابس الكم على فكرة، حاجة جميلة أوي 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 جميلة غير معقولة. بص المراكب الشراعية عاملة ازاي، بص الجمال، بص الحلاوة. الأجنبي بيجي هنا في بلدنا بيستمتع وبيحس إن هو سعيد أوي وبيبقى الدنيا جميلة معاه. يعني مش عايز اقول لكم ولا احنا من اجمل بلاد العالم، مصر كلها فيها كل حاجه جميله. بصوا الروعه، بصوا الروعه. الله المستعان.